التوب والإجابات على الأسئلة. وأخيرا وليس آخرا، بندعي دكتورة ياسمين جمال، هتكلمنا بقى على البارت بقى اللي احنا بعد كده، يعني الطفل الحمد لله خارج من الحضانة، الترم بتاعنا خلاص هيبقى جراديويت، هنعمل له يعني نيوتريشن ازاي، هنكمل معاه فيدينج ازاي. اتفضلي دكتور ياسمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة شرف إن أنا أكون وسط هذه النخبة من الأساتذة في يوم مهم الحقيقة زي البريماتوريتي داي عالميا. أنا الحقيقة استمتعت وبتعلم من كل كلمة أساتذتي بيقولوها، ودكتور هشام عوض يعني محاضرة قيمة، كل كلمة الحقيقة لها added benefit. أنا عارف إن هو اليوم طويل وأنا آخر حد بوست ديسشارج، بس بوست ديسشارج الحقيقة حاجة مهمة لأن إحنا كلنا بنقابل في حياتنا الأطفال اللي تيجي الأم تدخل العيادة وهو عنده 3 4 سنين ونلاقيه ستانتد ونلاقيه ويستد، وتقول لك أصل هو كان مبتسر يا دكتور، أصل هو كان بريماتيور. فهو قد إيه أنا مقبول أو أتابع النمو بتاع البريماتيور تشايلد بعد ما يخرج من الحضانة أو هي في ستيبل بريماتيور تشايلد من الأول؟ ده معناه إن كان في مشكلة ديفكت فظيع في متابعة الجراف بتاعت هذا الطفل واتخاذ الإجراءات اللي إحنا لازم ناخدها تو إن إحنا نحاول نسبورت الجراف على قد ما يقدر، لأن هو له فترات بيعمل فيها كاتش أب جراف، والمفروض إن هو يضاهي زملائه بعد سن سنتين ماكسيمم لو كان إكستريملي لو بيرث ويت على الجراف شارتس. البريماتيوريتي طبعا احنا عارفين اقل من 37 اسبوع يفرق معانا الطفل ده كان لو بيرث ويت اقل من 2.5 ولا اكستريملي لو بيرث ويت اقل من كيلو، لان هو بيفرق في نيوتريشنال ريهابيليتيشن بتاعه وبيفرق في الجروث مونيتورنج بتاعه. طب احنا بنشوف العينين دول ولا لا؟ طبعا بعد ما بيخرجوا من اساتذه النيوناتولوجيست بنقابلهم كلنا في عيادتنا كل يوم، احنا بنقابل طفل المبتسر اللي خارج وبيخرج، الام بتبتدي تعمل دكتور شوبينج وتروح لدكاتره مختلفين، ما بيبقاش في حاجه كونسيستنت لمتابعه الجراث بتاع هذا الطفل، وللاسف ما فيش حد بيتابع هو الطفل بيعمل كاتشنج اب ولا هي ديتيريوريتنج ولا هي فولترنج تو جرو، مع ان الفتره دي بتبقى لها بعد كده ديزاستريس افكتس على النيورو ديفلوبمنت بتاعه وعلى الجراث عامه. احنا عندنا في مصر تقريبا 13% ده الهيلثي نيو بورن نتورك 2019 بيقول لي عندي 13 بري تيرم بيرث ريت اللي هم اقل من 37 اسبوع. للاسف الرقم اللي انا ما حبيتش تو هايلايت ان احنا عندنا ايرلي انيشيشن اوف بريست فيدنج 27%، نمبرز بتاعتنا مش حلوه قوي. 1 ان 6 بيبيز ار بورن لو بيرث ويت، وطبعا احنا عارفين ان البريماتوريتي او لو بيرث ويت من الحاجات اللي المورتاليتي بتاعتها بتزيد وهي مينلي بتبقى موجوده في developing countries. Why post discharge nutrition in the premature؟ علشان دلوقتي السرفايفل بتاع البريماتوريتي بالعلم والتقدم وبقى احسن markedly improved during the last few decades، بس انا مش عايز البريماتور ده يبقى عنده morbidity ويبقى عنده مشاكل في الجراث ويبقى عنده نيورو ديفلوبمنتال اوتكم سيء. انا عايز البريماتور يبقى يكمل رحله الجراث بتاعته safely لغايه الادلتهود. These infants are discharged from hospital care with body weight below the usual birth weight طبعا of a healthy term infant, where early nutrition support of a preterm influenced long-term health outcomes. The aim is to provide continued nutritional care after discharge from the NICU to support the optimal growth and development. Well, this is our message as pediatricians, الحقيقة, أو as neonatologists, or as nutritionists, as everything is prevention. إن أنا يحصل لي الgrowth failure ده اللي هيبقى عليه بعد كده outcome سيئة. بس للاسف this goal is hardly achieved، وده من الجايدلاينز العالميه ان هم الاكسترا تراين جروث ريتارديشن بتاع البريماتوريتي الحقيقه بيوصل ل 30%. الفاكتس اللي احنا بنقابلها ان the prematurity is major disruption، هو بيبقى انا في فتره المفروض انترا تراين الجروث is very rapid، cell differentiation is very rapid، وان يجي البريماتور بيرث يعمل لي disruption وستريس، بيبقى عنده additional metabolic stresses are adjoined، ما عندوش reserves اللي هو بياخدها في الثيرد تريمستر ما لحقش ياخدها من مامته، وحتى هي بتبقى sub optimal لو انا وصلته للسيف ان هو خد full enteral intake، بيبقى عنده برضه حسب البيرث ويت بتاعه deficiencies. Increasing immaturity والmorbidity with decreasing gestational age major factors limiting nutrient intakes achieved during the first weeks of life، و poor post neonatal growth ده especially of the head associated with increased risk of
neurodevelopment impairment و poorer cognitive outcomes. هما احنا زي ما قلنا عندهم low stores, ممكن يبقوا fluid restricted حتى ما بقاش قادرة ان انا في الفلويد زي bronchopulmonary dysplasia و PDAs, glucose و lipid intolerance, limited provision في adequate IV nutrition, inadequate oral intake due immature feedings, دايما بيبقى عندهم limited amount stomach capacity ان هو يكمل feeds اللي انا عايزاه علشان يعمل catch up للcalories, suspension of feedings for procedures و sepsis و feeding intolerance, فدايما بيبقى عندهم suboptimal nutrition at discharge. التشالنج عندي في البريماتور ان انا افويد الاوفر نيوتريشن وافويد الانادكويت نيوتريشن, لان الانادكويت بوست نيتال جروث فيلير وبرين دا, والاوفر نيوتريشن انكريز ريسك اوف ميتابوليك سيندروم زي الهايبريبيديميا هايبرتنشن اللي تفضل استاذنا الدكتور هشام قال هو ايه اساسا الباثوفيزيولوجي اللي بيحصل فيهم. والبروتين ديفيسيت الحقيقه البروتين اكريشن اللي المفروض يحصل بيديفلوب رابيدلي ديورينج هوسبيتاليزيشن لو انا ما مشيتش بارلل للنيدز بتاعته اللي بتعلى لغايه الكوركتد جيستيشنال ايج. هل هو كريتيكال فور بروجرامينج جروث؟ انا لسه عندي فرصه من اول البوست ديشارج لاول الفيرست 1000 دايز لغايه 2 ييرز ان انا ابروجرام الاوبتيمال نيوتريشن فور ذيس تشايلد فور ليتر اون ان هو يبقى هيلثي ادلت. الفيتال مال نيوتريشن, الفيتال بروجرامينج والباركر هايبوثيسز زي دكتور هشام قال اللي ربنا خلقه هو الطفل ده كان متعود انترا يوتراين deficiency of المايكرو والمايكرونيوترينس, لما يطلع extra uterine وديله ample of cells تبقى programmed إن هي to metabolize this amount of nutrients, أديله بعمله programming بعد كده later on cardiovascular disease, diabetes و hypertension. طبعا عندي effect على neurodevelopment, necrotizing enterocolitis والsepsis اللي بيعدي بيه كله premature, impact على brain development والcognition عنيف, chronic lung disease والhemodynamic instability بيعمل لي أساسا state of inflammation وإسكيميا اللي بيأثر لي على الgut permeability, بيعمل لي faltering growth, بيقلل الhead circumference اللي بيبقى معاه في الآخر disastrous neurodevelopmental outcome. طبعا لو عندي global undernutrition مشكلة في المات والالكترولايتس والفيتامينز والمينرالز, واللي تفضل الدكتوره مها اللي قالت لو انا حدي بارنترال بليز ادوا بالانس ماكرو ماكرو نيوترينتس, لو انا حدي انترال بروسيد اجريسيفلي في الانترال نيوتريشن علشان احمي البرين من الديفكتس اللي احنا بنقابلها في ذيس كريتيكال بيريود. وطبعا لو عندي ان ادكوات انرجي او بروتين ديفيشنسي او مايكرو نيوترين ديفيشنسي سواء فيتامينز او ايرون اللي هو بيلر للبرين ديفلوبمنت, كل الحاجات دي بيبقى عندها امباكت سيء على النيورو ديفلوبمنت والكوجنيشن. طبعا الهايست ريسك هم الاكستريملي لو بيرث ويت والفيري لو بيرث ويت, السمول فور جيستيشنال ايج والاي يو جي ار, او ان انا اي ديد نوت فولو اب الويت جين بتاعي او فيلير تو جين اتليست 20 جرام بير داي, او هو مركب نيزو جاستريك او مركب تراكيوستومي او قاعد على تي بي ان اكتر من 4 اسابيع. وذيس كانت الحقيقه استدي قالت طبعا برين جروث اند ديفلوبمنت ان لو نيورو انتلكتشوال فانكشن ات سكول ايج وذ سب نورمال هيد سيركمفرنس, الاطفال اللي كان عندهم فولترنج جروث هيد سيركمفرنس بتاعهم عند 8 شهور كان قليل, كان النيورو والانتلكتشوال فانكشنز بتاعتهم اقل, الاي كيو اقل والاكاديميك سكيلز اقل ات سكول ايج. يبقى نيوتريشنال ديسشارج بلاننج شود بي انديفيدجوالايزد كومبريهنسيف كوردينيتد عشان تو انكلود الابروبريت نيوترينت فورتيفيكيشن اند نيوتريشنال فولو اب. عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل كاتش اب جروث, عايز اعمل في ريليشن شيب بين السوماتيك والنيورو ديفلوبمنت. الكاتش اب ده بيبقى في الفيرست فيو مانث بوست تيرم, في الفيري لو بيرث ويت ممكن يقعد لغايه 2 لـ3 سنين, اكستريملي لو بيرث ويت لارجست انكريمنتس ان هايت والويت ذات كورس ببقى متوقعاها منه, ده بيبقى حسب زي ما احنا قلنا بيرث ويت جيستيشنال ايج وهو قد ايه طالع انترا يوتراين جروث ريستريكشن كان قد ايه على الشورت باتي, والبوست كلينيكال كورس والنيوتريشن هو اتعرض لستريسز قد ايه, اتحط على فنت, خد تي بي ان قد ايه, جاله برونكوبالموني ديسبليزيا, عنده كونجنتال انوميليز, كل الحاجات دي بتافكت الحقيقه الاكسترا تراين جراف. اهم حاجه علشان ان انا اتوقع ان العيان ده ممكن يبقى يحصل له بوست نيتال جراث ريستريكشن ان انا اعمل الحقيقه جراث اسسمنت صح. طبعا دي الريسكس اللي احنا بنشوفها من اماتشور اورجان سيستم وكونسيكونسز اوف ان انتندد بوست نيتال لايف ان هو جاله ار دي اس او برونكوبالموني ديسبليزيا او ان اي سي او انفكشن او حصل له ميكانيكال فنتيليشن او كارنتري نيوتريشن, كل ده بيخليه هاي ريسك. عندي 4 فيزز اوف جروث ذات ار تيبيكلي اوبزرفد للبريماتشور. فيز 1 هو الايميديت بوست نيتال ويت لوس اللي بيحصل في اول اسبوع 10-15%, بعد كده بعد اسبوع يبتدي الريت اوف جروث بيبقى سيميلر للانترا
يوتراين 15 ل 20 جرام بير كي جي بير داي لغايه 40 اسبوع بيبقى الجروث اكسلريتس ريتشنج فيلوسيتي ذات يوزوالي اكسيدز ذات اوف ا فيتس اوف ا كومباريبل جيستيشنال ايج من 20 ل 30 جرام بير داي. وبعد كده المفروض يخرج يمشي على هيز اون سنتايلز الفيز 4 اللي هو افتر الفول تيرم, يعني يبقى الجروث تنس تو كونتينيو الونج ذا سيم سنتايل, يخرج بنفس الجروث تراجكتوري بتاعته. بعمل ايه؟ بعمل ويت فور ايج, وبالتالي ما فيش حد فينا عنده مشكله في الويت اسسمنت, ان انا ببقى عايزه ستاندردايز تكنيك وستاندردايز اكويبمنت, بنقيس ديجيتال بنقيس من وذاوت البامبرز, وهو ده اللي بحط له بلوتينج على الجروس شارت بتاعي. عندنا مشكله فظيعه الحقيقه في قياس اللينث فور ايج, لان انا شفت قياسات كتيره قوي الناس بتقيس اللينث ازاي, فبيبقى انا عندي اللينث مهم جدا في الكاتش اب جروث, لان انا ببقى متوقعه على الاقل نص سنتي كل اسبوع. If it is not fulfilled, أنا كده I'm faltering ولازم ألحق العيان بتاعي بدري. فاللانث من الحاجات اللي لازم تبقى standardized, بنقيسها صح بإكويبمنت صح والتكنيك بتاعنا صح. هات circumference طبعا بنزيد على الأقل نص سنتي في الأسبوع, record weekly. mid upper arm circumference predictor of immediate risk of death, هو عشان predictor للين body mass الحقيقة, أو لو عندي عيان edematous أو عنده ascites من السبسس ما بيبقاش الويت بالنسبة لي حاجة documented ولو جراس شارت دلوقتي. والweight for length طبعا الindex helps to identify children من current or acute undernutrition or wasting, بيطلع لنا الweight for length الwasting. اللانث الحقيقة من الحاجات البايست, easy to do but this isn't accurate, ودي طرق الحقيقة إياس بنشوفها كتير قوي. الطفل هنا مش مظبوط الهيل بتاعه والvertex وبيبقى في الfrankfurter position, ده غلط. closer but still not quite right, ده كانوا بيقيسوا اللانس الحقيقة في أفريقيا, أو أن ألاقي حد مسك المنظورة وحطها على البيبي سواء من فوق أو من تحت. هي it always takes two people علشان الفلكشن attitude اللي بياخده النيونات أو البريترم أو الطفل عموما أول ست شهور من عمر, I need أن أنا أثبت الركب الهيلز تبقى في البورد اللور بورد الأبر بورد, يبقى الفيرتكس موجود. اللانس من أهم الحاجات اللي بتقيس لي الحقيقه الكاتش اب جروث, يعني يا ريت ما نهملوش ويبقى عندنا ستاندردايز تكنيك. تاني حاجه هستخدم ويتش جروث شورت لو انا ما عنديش الفانتون, ما مش مسموح لي احطه على الدبليو اتش او غير افتر كوركتد ايج, او الاسهل ان انا انزل الانتر جروث 21st, ودي شورتس اتعملت مالتي سنتر في العالم كله وكانت بتقيس الانتر يوتراين جروث ريتس لكل الامهات من مختلف الاثنيك بوبوليشنز, وفي الاخر بتكمل على WHO اللي هي 2006. فالانتر جروث هي البري تيرم جروث شورتس اللي بتكمل بعد كده على WHO. يبقى I can use the Fenton, the WHO or the enter growth whatever I have is feasible and I can use easily. Fenton طبعا من البيرث ل 50 اسبوع, جروث شورتس لازم احطها بقى على corrected age 2006 لغايه سنتين, والانتر جروث 21 ممكن استخدمهم برضو. بنزل الفانتون من على اليونيفرسيتي اوف كالجري, والانتر جروث موجود على الدبليو اتش او سايت, فكل الحاجات دي كلها ممكن تنزل ومهمه جدا للاسسمنت اوف جروث بوست ديشارج. او انزل بيدي تولز ابلكيشن على الموبايل, بحط جاست الويت وبحط الهايت ويطلع لي العيان اخباره ايه. يبقى الفانتون والاول اولسن شود يوز فور انفنتس اللي هم البريماتور لازم اقل من 37 اسبوع, لما يوصلوا ل 42 اسبوع اي كان شيفت ذم للدبليو اتش او جروث شورتس. امتى اقول الطفل ده فيه انا لازم دلوقتي اخد انترفنشن؟ لو الويت جين بتاعي اقل من 20 جرام في اليوم, ما بيزيدش من نص سنتي في الاسبوع, الهيد سيركمفرنس اقل من نص سنتي, او عندي بايوكيميكال تيست الكالاين فوسفاتيز عالي فوسفورس واطي بام بتاعي قليل قوي بري قلب ما بنعملوش, بس ايه لو هو واطي طبعا ده انديكيشن ان انا عندي مشكله. طيب do they have proteins قد ايه؟ واحنا قلنا ان النيوترينتس في الفتره دي الحقيقه مهمه, في حاجات بتبقى كونديشن كمان اسينشال. دي اتش اي مهم جدا للفيجوال اكيوتي والبرين وبيقلل البرينتري نيوتريشن اسوشيتد كوليستيزز طبعا. الجلوتامين بيبقى كونديشن برضه اسينشال, بيبقى اميون مودوليتر تو انفكشن, بيساعد في الستريس, بيساعد على البرميابيليتي اوف الجي اي تي وبيقلل انسيدنس اوف ان اي سي. بيبرز كانت الحقيقه مش ايفيدنس ايه, بس كان في بيبرز بتقول الجلوتامين بيقلل. الارجينين برضو من الحاجات اللي بتبقى كونديشن اسينشال. فيتامين ايه من الحاجات اللي بتقل في البرونكو بالموري ديسبلازيا. فيتامين دي والكالسيوم فيري امبورتنت علشان الاوستيوبينيا اوف بريماتوريتي,
الايرون مهم علشان everything in the body من اول البرين لغايه السيلز. دكتور هشام الحقيقه شرح لنا الفانكشنز بتاعه الايرون وازاي هو النيدز بتاعه البريماتور بتبقى اعلى كتير قوي من التيرم. كل حاجه من الحاجات دي I have to be in the back mind وانا بعمل اي nutrition rehabilitation للعيان بتاعي. nutritional needs بتختلف والweight gain rates بتختلف حسب الجستيشنال age بتاعي. ويهمني الحقيقه اللين بودي ماس اللي بيبقى فيه accretion سريع في الاطفال الجستيشن age كل ما بيقل بتاعهم بيبقى اللين بودي ماس gain بتاعهم اعلى. والبروتين الحقيقه بيزيد لغايه لما بوصل للترم ببقى more or less comparable للفول ترم child. وعندي recommended macro macronutrients for infants من 0 to 6 وده كان من latest guidelines منشورة في Stanford University وهي it is international. بنأول الانرجي requirements اللي بتزيد طبعا في extremely low birth weight أو very low birth weight للبروتينز اللي بتزيد بتوصل لغاية 4 في very low birth weight الفات والفيتامين A والD والكالسيوم والفوسفورس والneeds دي الحقيقة has to be met يا إما هيبقى عندي deficiency along the growth trajectory. Breastfeeding the preterm is the best nutrition for the preterm is mother own milk. Several significant short long term benefits. مش هنتكلم على benefits بتاعت breastfeeding وازاي هو ال vaccination وازاي هو immune modulator وازاي هو dynamic وبي change according to needs وازاي هو مش contraindicated يعني contraindications بتاعته يعني very minute الحقيقة بيقلل السبسز والنك وfewer hospital admissions بيبيلد ال immune system of the children. الـ extremely low birth weight اللي خدوا الـ expressed الـ breast milk أو mother's own milk scores بتاعتهم أحسن في المنتل والموتر والبيهيفير ranges lower rates of metabolic syndrome بيحمي من القصص اللي احنا قلناها بتاعت الـ programming later on cardiovascular disease أو diabetes أو obesity. Breast milk is the best, it is the زي ما بنقول the white blood, it is the preferred feeding, the optimum nutritional value, immunological, contains hormones enzymes micronutrients. مشكلة عندنا في الـ extremely low birth weight والـ very low birth weight infants إن هم النيز بتاعتهم regarding الكالسيوم والفوسفورس الحقيقة بتبقى عالية جدا ودول يعتبروا من حاجة اسمها nutrients too الحاجات اللي لو قلت عندي حتى لو أنا I'm covering الـ calories والبروتينز بتاعتي لو أنا عندي deficiency في nutrients دي بتأثر لي على growth as a whole. ففي الحالة دي أنا ممكن أعمل fortification للـ mother milk. The potent benefits of human milk or mother's own milk are such that all preterm infants should receive human milk بأي طريقة من الطرق. احنا طبعا ما عندناش الدونر بلود او البريست ميلك بانكس بس احنا والحقيقة we try with the mother لغاية يعني اخر السكة من اول expression of colostrum لغاية ان احنا نستابلش الحقيقة البريست فيدنج في هذا الطفل. طبعا ده الريليشن بين البريست ميلك والفورمولا مهما جبت فورمولا حطيتها سبلمنتد ب يعني ما يكملش 100 انجريدينتس او ماكرو ماكرو نيوترينتس انا عندي 10 اضعاف ده في البريست ميلك and they are still discovering الحقيقه هذه المعجزه الالهيه. الفورتيفايد هيومن ميلك انا ما عنديش هيومن ميلك فورتيفاير في مصر الحقيقه الهيومن ميلك فورتيفاير من الحاجات اللي موجوده بره فعندنا تو اوبشنز يا اما ان انا يبقى عندي الفورتيفاير وانا ما عنديش بروتوفاين في مصر سواء بوفاين او سواء هيومن انا احنا عندنا ان انا اميكس ممكن هاي كالوري او هاي نيوترينت دنس او نيوترينت انهانسد فورمولا مع الاكسبرست هيومن ميلك وده الحقيقه زي ما احنا قلنا بيبقى في حاجات اندر سوبرفيجن للاطفال الاكستريملي لو بيرث ويت اللي اقل من كيلو 800 او الفيري لو بيرث ويت. طب انا ممكن اعمل هيومن ميلك فورتيفيكيشن باويل او كربوهيدراتس او زي ما كنا بنحط زمان زيت على اللبن والكلام ده طبعا adding calories alone المذر ميلك هيدسربت الريشيو ان انا عايزه البروتين تبقى من 9 ل 11 على الاقل من البرسنت اوف التوتال كالوريز هيقللها اقل من 1.6 جرام ل 100 كيلو كالوريز فدول الحقيقه are never to be added either are never to be used as a fortifier سواء للمذر ميلك او حتى لو انا I want to fortify formula باي حال من الاحوال. Multi-nutrient fortification of the breast milk for preterm infant. الحقيقة ده كان Cochrane Review 2020 منشور وما كانوش بيتكلموا أكتر على post-discharge إن لو أنا أديت mother own milk إن الgrowth بتاع الأطفال دول plus calcium and phosphorus supplementation كان more or less comparable للأطفال اللي واخدين ال standard formula فده طبعا مع البريست ميلك ان هو الطفل ياخد المذرز اون ميلك.
يبقى preferred food for premature is fortified human milk من infants or mother all. Alternatively, formula designed for premature infant لو الانفنت is below كيلو 800. طب لو الانفنت مرضاش لأي سبب من الأسباب أو لبن الأم مش متوفر لأي سبب من الأسباب and I have to give a formula. احنا عندنا preterm formulas وعندنا standard وعندنا post discharge أو nutrient enriched وعندنا specialized formula. الحقيقة the use of the preterm formula غالبا بيبقى NICU based لأن أنا البريترم فورمولا ملهاش أي use beyond 2 kilograms أعلى من 3 كيلو بيبقى بيحمل الحقيقة considerable amounts of micronutrients بالذات الفيتامين A بيبقى عالي قوي على needs بتاعت الطفل فالبريترم فورمولا لو هيستخدم هيستخدم في إطار النيكيو أو لغاية لما الطفل يوصل 2 كيلو وبعد كده أنا ممكن أديله البوست discharge فورمولا according للgrowth rates اللي هو بيأتشيف طبعا لو جينا عملنا comparison وجينا قارنا بين الترم كالوريز اللي هي 20 في 30 ملي او الانريتش اللي هي 22 الفورتيفيكيشن بتاع البريست ميلك حقيقه على 90 سنتي بحط 1 سكوب بيوصل لي الكالوريز دي اللي انا محتاجاها وبيعلي لي البروتين والكالسيوم والفوسفورس ترانزيشن للفورمولاز اللي هي من 24 او البري تيرم فورمولاز اقل من كيلو ونص كيلو 800 ات اباوت 2 كيلوغرامز ممكن اخر شويه البري تيرم فورمولا لو الكالين فوسفاتيز عندي عالي preterm formulas مش من الحاجات اللي احنا بنحب نستخدمها الحقيقة post discharge لأن post discharge more or less خلاص احنا وصلنا كيلو 800 فالpreterm formula ملهاش use والtransition هيبقى أحسن للpost discharge formula اللي هي بتبقى nutrient enriched formula وبتبقى فيها amount of protein عالي calories توصل 74-75 كيلو كالوري per 100 ملي وفيها extra calcium phosphorus وzinc عشان linear growth وفيتامينز وتريس اليمنتس وايرون ولو هو بياخد الفول انتيك بتاعه من البوست ديشارج فورمولا غالبا بحتاج ايرون سبلمنتيشن اقل اسبر الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس السؤال اللي بيطرح نفسه دايما في البوست ديشارج فورمولا هو انا المفروض اديها قد ايه او لغايه لما الطفل يوصل كام كيلو وبعد كده اشيفت الستاندرد فورمولا وحنينا بنتكلم على الطفل اللي ما بياخدش بريست ميلك لانه لو بياخد بريست ميلك الحقيقه بريست ميلك بيجوب بكل ده ممكن ادي لو في growth faltering أو cutoffs اللي احنا قلنا عليها he's not gaining enough weight he's not gaining enough length ممكن أدي مثلا one PDF bottle as a support for the child otherwise هو breast milk بيعتمد عليه و express breast milk حتى لو insufficient أنا بدي breast milk على قد ما أقدر use the PDF first لغاية 9 شهور ولا لغاية 6 شهور ولا لغاية سنة الحقيقة ودي حاجات debatable وملهاش evidence based والguidelines والconsensus بتاعت كل society مختلف عن الآخر one guidance is to stop at 4-6 month corrected age لو كل growth parameters at 25th centile يعني لو الطفل centiles بتاعته 25th centiles he doesn't need any more fortification أو enrichment وأن أنا برجع للstandard formula أو لو هو breast fat خلاص if not gaining excessive weight then continue لغاية 9 month corrected age should be monitoring the length الحقيقة والoccipital frontal circumference عشان كده قلنا length من الحاجات المهمة اللي لازم standardized في قياسنا ونقيسها في follow up of the growth of the premature so once إن هو reaching the 25th centile أنا I have to stop every high calorie formula أو nutrient enriched formula that discharge plan بتاع Stanford University اللي هو بيقول لك لو هو أساسا فوق كيلو 800 هو ممكن يمشي without fortification على البريست ميلك لو هو أقل من كيلو 800 البريست ويت بتاعه أقل من 750 ممكن أستخدم البي دي أف لغاية سنة لو من 750 لكيلو لتسع شهور من كيلو لكيلو ونص ست شهور ومن كيلو ونص لكيلو 800 ممكن يحتاج تلات شهور بوست نيتل أو بوست تيرم ويت إن أنا أديله بي دي أف فورمولا مع البريست ميلك كفورتيفيكيشن المذر ميلك ده في الفرونتيرز ان بيدياتريك بيبر الحقيقه منشوره 2019 بتقول فورتيفيكيشن اوف هيومن ميلك فور بري تيرم وحاطط باراجراف واحد بس على بوست ديشارج طبعا قال كل الاساتذه قالوه النهارده قال في الاخر هو هي كوتد الاسباجان بوزيشن بيبر اللي قال ان احنا ممكن نفورتيفاي هيومن ميلك لغايه لما الطفل البريماتور يعني يبقى اتليست 40 ويكس وبوسيبلي اب تو 50 ويكس بوست كونسبشنال ايج أو هو small for gestational age والكل definition of being small for gestational age ما كانش واضح قوي يعني small for gestational age ده كان below the 10th زي ما احنا عارفين ولا below the 3rd ولا he is faltering and his velocity بتاعته مش مظبوطة فما كانش واضح قوي في الآخر احنا عندنا المقياس بتاعنا هو that the premature child is achieving اللي احنا عايزينه منه regarding the weight and length
If this is achieved by the mother's own milk, this is the best option that the child can have. لو هو he's not achieving and he's faltering, ممكن أعمل fortification البريست ميلك بالهايند ميلك، إن أنا أخلي الأم تإكسبرس شوية وأغير الكونتينر وأخلي الهايند ميلك ده وأي use it as a fortifier للبوتلز اللي هي بتعمل لها إكسبرشن، وده fortification من البريست ميلك من الأونز mother milk. ما عنديش الأوبشن بتاع الهيومن ميلك fortifier، فممكن ألجأ ساعتها للفورتيفيكيشن بالنيوترينت ريتش فورمولاز أو البوست ديشارج فورمولا. أذر إنفنت فورمولاز ملهاش أي رول، أمريكان أكاديمي طبعا ما فيش رول للو أيرون، الهايبو ألرجيك فورمولاز أند إنديكيتد، أو في الحالات البوست سيرجيكال زي الشورت باول أو الألترا شورت باول، صويا فورمولا ملهاش أي رول الحقيقة، ونوت ريكومندد بالذات للأطفال أقل من كيلو 800. والإسباجان أساساً منعها أول 6 شهور من العمر especially في الميلز عشان الفيتوإستروجينز. Post-discharge nutrition of a premature infant strategies هو mother's own milk، هو ده أول strategy. لو أنا زي ما احنا قلنا I'm not achieving the growth اللي أنا عايزاه، ممكن أدي PDF أساعد بـ PDF أو أفورتفاي الـ mother's own milk. ده الجوريزم على البوسيبل بوست ديشارج فيدنج ريجيمين. لو الام عندها ادكويت ماتيرنال ميلك سبلاي ابروبريت جروث وبناين لابس ماتيرنال ميلك، ودي معاها الفيتامين دي سبلمنتيشن 400 انترناشونال يونت والايرون من 2 ل 4 ملي جرام بير كي جي بير داي. لو عندي سلو جروث وبناين لابس برضو ادي الماتيرنال ميلك اون ديماند، ودي ممكن مع بي دي اف وامضي مع الفيتامين والمينرال دروبس. لو عندي سلو جروث وابنورمال بون لابس هزود كالسيوم سبلمنت على ذس بلان. لو الـ inadequate maternal milk supply بدي برضو بس و appropriate growth بدي maternal milk وكمله PDF. لو slow growth بكمله PDF، ممكن أرفع الفورتيفيكيشن أو ألجأ ساعتها للـ high calorie formula. Iron status should be monitored، ممكن أعمل ferritin و CBC وأخلي بالي من النادير. Preterm infants with those أقل من 2.5 kilograms should be supplemented at the time of hospital discharge لغاية سن سنة على الأقل. iron intake of 2 to 4 milligram per kg per day مهم جدا. ولو هو بياخد formula feeding لو معدي لو واخد الفول intake بتاعه ممكن achieve according to American Academy of Pediatrics أزود من 1 to 2 milligram per kg per day. منساش testing discharge we need to supplement vitamin D فيتامين دي وكالسيوم لكل الأطفال. consider checking الألكالين فوسفاتيز على 40 to 48 weeks عشان لو هاي أو هو كان أقل من كيلو وربع هيبقى نحتاج إما fortification وكالسيوم وفوسفورس supplementation. To summarize, low birth weight infants often exhibit suboptimal nutrition and discharge. The extra uterine growth retardation or faltering من الحاجات الكومن اللي بنقابلها مع الأطفال دي. Growth monitoring fundamental عشان أعرف أساساً إن هو is faltering وإن أنا لازم أخد action سواء بفورتيفيكيشن أو بأديشن أوف نيوترينت انريتشد فورمولا أو بفورتيفيكيشن للمذرز أون ميلك أو إن أنا أنهانس البريست فيدينج. لو ما عملتش جروث مونيتورينج مش هعرف ده. maybe I can seek the help of a lactation consultant أو nutritionist عشان to achieve the best premature child that can achieve the breast milk. طبعا هو the best in nutrition fortification ممكن post discharge formula continue لغاية 4 to 6 months corrected age أو growth parameter status تبقى 25th centiles. ما ننساش الفيتامين دي supplementation في العينين دول. Good nutrition does not save lives, it saves brain. مهم جدا. It saves the life of your child, it saves him as an adult, it saves his entire growth trajectory and entire life later on. شكرا لحضرتك. شكرا دكتورة ياسمين على المحاضرة الجميلة دي، وحضرتك حقيقي لميتي كل البوينتس اللي احنا بنبقى بنفكر فيها في البوست ديشارج وكل النيوترينتس اللي هو الطفل اللي هو محتاجها. احنا دلوقتي هنعرض الريزلت بتاع البول اللي احنا عملناه في الاول خالص. اوكي، كان طالع ان هو في 67% من الاتنديز كانوا موافقين ان احنا either to start feeding او ان احنا to continue the already started feds، وكان في 33% with ان احنا withhold the feeding بتاع البيبيز. افتكر احنا لو عدنا البول ده بعد ما خلصنا اليوم القيم بتاعنا ده
افتكر احنا كنا ممكن نوصل up to 100% ان هو there are no excuses to stop enteral feeding for the preterm units. بشكركم جدا للحضور وبشكر اساتذتي اللي قاموا بالtalks.